هقول لكم حركه حلوه قوي. كلمه بريمتر شبيهه بكلمه بلس، بصوا هما الاثنين بادئين ببي من الاخر، فالبريمتر هو بلس. يعني ايه؟ يعني لو جاب لي مثلا تراينجل زي ده وعايز اجيب البريمتر بتاعه اسمه اي بي سي مثلا، انا كل ما علاقة ان انا بعرف يا جماعه طول كل سايد كام. يعني افرض السايد ده لقيته 5 والسايد ده مثلا 4 والسايد ده 6 سنتيمتر مثلا، بعدين نعملهم بلس كلهم مع بعض. كلهم بلس بعض، يبقى البريمتر هيبقى كلهم بلس بعض، يعني 5 بلس 6 بلس 4 بس هيطلع 4. طيب فلو جينا برضو مين اللي طلع؟ سلمى طلعت ولا ايه؟ سلمى انت داخله؟ هي سلمى داخله مرتين ولا ايه؟ لا هي في منها مرتين. لا طلع، لا اه طيب خلاص لا مش في سنة واحدة بس. هي طالعه في الفيلم بدورين. طيب ماشي. طيب بص يا ستي، يبقى ده البريمتر ان انا هعملهم كلهم بلس بعض. طب جم بقى السكوير يا جماعه، السكوير له سبيشال كيس. سبيشال كيس ليه؟ السكوير قالوا ايه؟ كل السايدز بتاعته قد بعضها. فقال ايه؟ قال لك طب ما ده يعني ده 5 هنلاقي ده 5 هنلاقي ده 5 هنلاقي ده 5. فقالوا طيب لو عايزين نعمل البريمتر بتاعه، البريمتر بتاعه نعمل كلهم بلس مع بعض تمام، بيكون هنعمل الجواب كلهم بلس 20. تمام، 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5. طب فقالوا طب ما احنا بدل ما نعمل كل دول احنا ممكن نعمل ايه؟ نعمل 5 واحده تايمز 4. ما هو طالما ال 5 مكرره بلس نفسها 4 مرات، انا ممكن اكتب 5 واحده واعملها تايمز عدد، ف 5 تايمز 4 برضه ب 20. فقالوا يبقى خلاص البريمتر بتاع السكوير هنخليه ايه؟ بريمتر اوف سكوير، ممكن نخليه سايد تايمز 4. يبقى طلعت من هنا الرول بقى بتاعتنا. انا اهم حاجه سلمى دخلت صح؟ سلمى موجوده؟ ايوه يا مستر. طب الحمد لله، اصل في سلمى تانيه كده مش عارف الدوبلير بتاعك تقريبا. طيب بصي بقى، يبقى لو عندنا سكور يا جماعه يبقى المفروض كلهم بلس بعض، 5 بلس 5 بلس 5 خلاص. طب الكلام ده الناس هيقول لك احنا خدناه قبل كده، بس مهم جدا، مهم جدا في الانترناشونال وبيجي عليه اسئله. طيب هقوم عامل كل دول بلس بعض، او ممكن اعمل ايه بقى؟ طالما لقيت ال 5 مكرره 4 مرات يا جماعه، فانا ممكن اخد 5 واحده واعملها تايمز 4. فقالوا خلاص ممكن نخليه سايد تايمز 4، يعني نقول على الرول بتاعته ايه؟ او سايد تايمز 4 كده خلاص. صورها بس ابعتها. يبقى البريمتر المقصود بيه يا جماعه دايما ان هو بلس. ايه؟ اوكي هرجع بقى لل طب لو جينا اتكلمنا عن ايه يا جماعه؟ عن ال صح ايه؟ الريكتانجل بقى هو اللي عليه الدور. الريكتانجل هيبقى نفس القصه، يعني كده عامل كده. طب الريكتانجل عنده يا جماعه عنده لين وعنده ويدث، يعني عنده لين وعنده ويدث. في ناس بيسموا الويدث بتاعه ده ايه؟ بيسموه بريث. الاثنين صح، عشان لو جه قال لي ويدث او بريث الاثنين صح. طيب بيختصروا اللينث بيسموه ال السيمبل بتاعه، والويدث بيسموه دبليو او بيسموه بي على حسب. طيب فده لو جالي مثلا ريكتانجل كده اهو، طبعا هو عنده ده ايكوال ده، يعني هو اسمه مثلا اي بي سي دي، اي بي سي دي
فبيبقى الاي دي ايكوال للبي سي، يعني لو ده مثلا 3 سنتيمتر يبقى ده 3 سنتيمتر، ولو ده 5 سنتيمتر يبقى ده 5 سنتيمتر. فبناء عليه البريمتر بتاعه هيبقى عباره عن ايه؟ اه قال لك طب ما البريمتر كده انا لو عملتهم فالمفروض ان انا اعمل 5 بلس 3 بلس 5 بلس 3، ومعروف ان ايه؟ معروف ان ال 5 ده هو اللين، ومعروف ان ال 3 هو الويت، ده برضه لين ده برضه ويت. فقالوا يبقى انا معنى كده ان انا بعمل لين بلس ويت بلس لين بلس ويت. طب انا لو حسبت كل دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 16. قاموا قالوا بقى ايه؟ طب طالما كلمه لينث بلس ويث بتتكرر مرتين، يعني لينث بلس ويث وكمان لينث بلس ويث، مش احنا قلنا اي حاجه بتتكرر في البلس ممكن اكتب واحده منها بس او لينث بلس ويث، وبنعملها تايمز عددها، تايمز عددها هم كام واحده متكرره مرتين بقى تايمز 2. فقالوا يبقى ممكن البريمتر بتاع الريكتانجل يبقى لينث بلس ويث تايمز 2، يعني انا ممكن اجيبه بطريقه ثانيه. اه يبقى دي الرول بتاعتي. قالوا بقى احنا كده ممكن نجيبه يا جماعه بطريقه ثانيه خالص، ان انا اعرف اللينث بكام والويث بكام، هعملهم بلس بعض وبعدين اعمل تايمز 2. يعني ازاي؟ او عامل كده اللينث مثلا ب 5 والويث ب 3 تايمز 2، او عامل ال 5 بلس 3 الاول، 5 بلس 3 هتديني 8 الاول، ال 8 اللي تطلع او عاملها تايمز 2، ومطلع الانسر 16. يبقى اللي يعملها كده صح واللي يعملها كده صح، تمام؟ اللي يعملها كلها بلس بعضها كده صح، واللي يعملها لينث بلس ويدث تايمز 2 صح. طيب. ده بالنسبة لي، في أي مشكلة في اللي أنا قلته ده يا جماعة؟ سهل ولا صعب؟ الحمد لله. طيب طب هو معنى كده إن البريمتر خاص بالتريانجل والريكتانجل والكلام ده بس؟ في أي فيس، أي فيس في الدنيا. طيب يعني إيه؟ طب مفهوم البريمتر إيه يا جماعة؟ مفهوم البريمتر إن هو هقول بس مثلا يعني ناخد شيب مثلا زي ده. مثلا زي البنتاجون مثلا. عامل كده. البنتاجون ده يا جماعه عنده 5 سايدز كده، عنده 5 سايدز كده، ساعات بيكونوا كلهم قد بعض وساعات ما بيكونوش كلهم قد بعض، تمام؟ هو كده كلهم قد بعض، يعني مثلا هنقول ده 3 سنتيمتر وده 3 سنتيمتر والسايد ده 3 سنتيمتر ده 3 سنتيمتر، لما بيكونوا كلهم قد بعض كده بيسموه ريجولار، ريجولار بنتاجون. البنتاجون هاز 5 سايدز. طب لو انا عايز اجيب البريمتر بتاعه اهو سهله، عشان الدرس اللي بعده بيقول مور بريمترز، فمور بريمترز يبقى اكيد بيتكلم عن الاشكال دي، انا ما شفتش الدرس بس هو اكيد بيتكلم عن الاشكال دي. طيب فانا المفروض عشان اجيب البريمتر اعمل ايه يا جماعه؟ اعمل 3 ثلثه الاولاني بريمتر اللي بعده مور بريمترز، فانا اتوقع ان هو هتلاقيه بيتكلم عن كده لان مور بريمترز بيتكلم عن الاشكال الثانيه. طيب سهله برضه، انا المفروض اعمل 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3، وطالما هم كلهم نفس ال 3 انا ممكن اعمل 3 واحده تايمز واعدهم 1 2 3 4 5 اهو، يبقى اللي هياخد 3 واحده اعملها تايمز 5 تطلع 15، واللي كان هيجمع دول تطلع 15. بس ما انساش يا جماعه البرينتر بكتب جنبه سنتيمتر عشان الاريا بيبقى سنتيمتر سكوير. طب هم لازم كلهم يجوا قد بعض؟ لا مش شرط، ممكن يعمل كده، ده كده قصير وده طويل شويه وده كده 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 مثلا، يعني مش مظبوط كده يعني. ده بيسموه في الحاله دي يا جماعه الريجولار. الريجولار يعني مش مفيش السايدز مش قد بعضها ولا الانجلز قد بعضها. فممكن يديني مثلا سي ده 2 ده 4 ده 7 ده مش عارف 5 ده 3 ويقول لي فايند ذا بريمتر. طيب او ما انا هنجيب البريمتر بتاعنا اهو، هنعمل كل دول بلس بعض، ده بقى ما فيهاش بقى هناخد واحده هنعملها تايمز الباقيين، يعني انا هعمل 2 بلس 4 بلس 5 بلس 7
3 بلس 7. نعمل كلهم بلس بعض يبقى 6 و5 11 و3 14 و7 21. تمام؟ يبقى الشكل ده يا جماعه اسمه ايه؟ اسمه بنتاجون. يبقى منه عرفناه برضو انه عنده كام سايد؟ هاز 5 سايد. خلاص؟ طيب ممكن برضو يجيب لي شكل زي الهكساجون برضو نفس القصه بس 6 سايد. طيب لو جيت قلت ايه بقى؟ مستر يعني لو ال يعني الأرقام متشابهة نعملها بلس بعدين نعملها ملتي بلاي، بس اللي لو مش يعجبك. متشابهة بس نعملها ايكوال. اللي يعجبك ممكن تعملهم كلهم بلس بعض، وممكن تاخدي واحد منهم وتعملي تايمز عدده، ودي اسهل. بس نفرض انا بحب البلس على التايمز، مفيش مشكله. يعني هما الاثنين صح، دي صح ودي صح. طب هي بتفرق معايا في ايه بقى يا جماعه؟ ساعات هو يجي يقول لي ايه؟ يديني هو البريمتر، يعني يقول لي مثلا ايه؟ انا ممكن اديلكم بالمره الاريا، يعني ممكن تكون الاريا في درس متقدم شويه، بس عشان الاريا برضو سهله، يعني ممكن تكون قدام. يعني بما ان احنا بنتكلم عن انا اتوقع ممكن تكون الاريا قدام شويه. تمام؟ هو ممكن يديني ايه؟ اريا اوف كومبايند شيبس. ممكن اخد الاريا بالمره. بص يا جماعه، لو اتكلمنا بقى تاني عن ايه؟ عن الاريا. بالنسبه للتراينجل، لانه ما دام بيجوا مرتبطين ببعض. بالنسبه للترانجل يا جماعه بيجيبوا الاريا بتاعته ازاي؟ الترانجل له حاجه اسمها بيز اللي هي تحت دي، وله حاجه اسمها هايت اللي هو ده بيسموه هايت. له بيز وله هايت. طب خدوا بالكم بقى، لو هو اداني البيز مثلا سي ناتن والهايت مثلا 6، الرول بتاعته بتقول ايه بقى؟ بتقول ان الاريا بتاعت الترانجل، area of triangle بيعملوا الرمز ده equal half times base times height. سهلة ايه مفيش حاجة. طب half times base times height يعني ايه؟ يعني نعمل half times البيز اللي هي 10 times ال height اللي هو 6. يعني ده مش موجود تبع الدرس بس انا بقوله اكيد هناخده قدام، فهو مرتبط بالموضوع البريمتر قوي. يبقى هاف تايمز 10 تايمز 6. طب هاف تايمز 10 تايمز 6 يا جماعه يدينا كام؟ خدوا بالكم الهاف ده عشان تسهل على نفسك، الهاف لما يتعمل تايمز 10 كاني بقول لك، كاني بقول لكم نص ال 10 كام؟ معنى هاف تايمز 10 يعني نص ال 10 كام؟ نص ال 10 5. طب يعني نص ال 10 5، 5 تايمز 6 ايكوال كام؟ ايكوال 30 سنتيمتر سكوير. دي الاريا. بس انا حاسه ان الاريا دي صعبه. الاريا صعبه؟ خلاص خليها لكم في وقت تاني. طيب اول حاجه لو انا جيت اتكلمت عن الايه؟ بلاش الاريا دلوقتي. لو اتكلمنا عن ال البريمتر تاني، بس هو ممكن يقول لي ايه بقى؟ يديني هو البريمتر، يعني يقول لي ممكن نكمل في البريمتر برضه على السيتس بتاعنا، مش خلي الاريا بتجيب وقتها. ممكن يديني هو البريمتر، يقول لي ايه؟ البريمتر of a square is مثلا 20 سنتيمتر. Find its side length. بص يا جماعه، مش السكوير اصلا هو اللي هست حاجه. هو البريمتر بتاعه عباره عن ايه؟ زي ما اتفقنا ان انا باخد سايد من دول اس دي اختصار سايد وعامله تايمز 4، لان هم السايدز كلهم قد بعضهم. قالوا طب لو احنا عايزين نجيب السايد نفسه، لو احنا عايزين نجيب السايد ده اللي هو الاس ده نجيبه ازاي؟ قالوا نعمل عكس العمليه. يعني نعمل عكس العمليه ازاي؟ انا هختصر لكم بقى البريمتر ده يا جماعه في بريمتر ايكوال اس تايمز 4. طب لو احنا عايزين نجيب بقى نعكس، يعني عايزين نجيب السايد، قالوا نعكس، نعمل البريمتر provided
يبقى انا لو مدي البريمتر وعايز السايد اعمل عايز السايد اعمل البريمتر ديفايدد 4. يعني اعمل ايه؟ البريمتر هو مدولي 20، خلاص يبقى 20 ديفايدد 4 ايكوال 5. وهي فعلا لوجيك يا جماعه، لو انا جيت اراجع، هو لو ده 5 وده 5 وده 5 وده 5، وانا لو عملتهم بلس بعض فعلا هيطلع برينتر 20، هيطلع برينتر 20. تمام؟ يبقى هو لما يديني البريمتر ويطلب مني السايد، بعمل انا البريمتر ديفايدد 4. ده في حاله مين؟ في حاله السكوير. في حاله الريكتانجل بقى يا جماعه كلام تاني خالص. ازاي؟ الريكتانجل انا لازم اعمل ايه؟ لما بيديني البريمتر، يعني مثلا نفرض ان اداني ايه؟ اخليها بورد ثانيه برضه، حاسس بس هو مسالته كبيره شويه. يبقى على طول يا جماعه لو اداني، ممكن ناخد دي برضه زي رول ثانيه اهي. يبقى كده دي الرول الاولى، دي الرول دي بتجيب لي السايد، والرول دي بتجيب لي البريمتر. ده البريمتر هنسميه دي، والسايد هنسميه ايه؟ هنسميه اس. يبقى انا لو عايز البريمتر بنمسك السايد نعمله تايمز 4. طب لو انا عايز الاري، لو انا عايز السايد اعمل البريمتر ديفايد 4. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسكوير. لو جينا اتكلمنا بالنسبه للريكتانجل بقى، الريكتانجل غريب شويه. غريب شويه من ناحيه بقى. هدي ريكتانجل زي ده كده مثلا. احنا اتفقنا يا جماعه ان ريكتانجل له لينث وويتس، خلاص؟ وطبعا مستر وويتس. نعم ايوه. ممكن تقبل الإضافة؟ طب ما انتوا دخلتوا كلكم لمين؟ قبل الاضافه لمين؟ ليه؟ أنا عايز أخش من اللابتوب. اوكي ماشي حاضر. طيب ماشي، ما انا قبلتها بس مش بيفضل يعمل جويننج وما بيدخلش، مش عارف ايه. انت ممكن اللابتوب، بص يا سلمى، توصليه بالواير اللي هو بقى جاي الاصفر ده، اللي مع الراوتر ده. لو وصلتيه بالراوتر بيبقى اداؤه احسن. طيب بص يا جماعه، دلوقتي عندنا ده لينس ويتس، لينس ويتس. طيب احنا اتفقنا ان البريمتر بتاعه عباره عن ايه؟ اتفقنا. انا على فكره عملت لك ادمت بس هو مش عارف، مش راضي يقبل ليه. ممكن يكون النت فيه مش كويس عشان موضوع السلك اللي بقول لك عليه ده. طيب تيجي بقى عندك دلوقتي، احنا اتفقنا يا جماعه ان كلمه لينس بلس ويتس بلس لينس بلس ويتس مكرره مرتين، فقلنا هيبقى ايه؟ لينس بلس ويتس تايمز 2. دي الرول بتاعت البريمتر بالنسبه للريكتانجل. طيب احنا اتفقنا ان انا بعمل ايه يا جماعه؟ بعمل عكس العمليات. يعني بعمل عكس العمليات ازاي؟ يعني لو انا عايز اجيب اللينف بقى، بص هنعمل ايه؟ ركزوا معايا، مش انا عندي في تايمز 2، الاول انا هكتب البريمتر. اكتب البريمتر. البريمتر يا جماعه انا قلت لكم قبل كده ان علامه الديفايد هي علامه الاوفر. يعني انا لما اجي اعمل كده 6 ديفايدد 3، انا ممكن اكتبها كده 6 اوفر 3، هي هي ديفايدد، هي هي ديفايدد. طب انا ملاحظ ان في تايمز 2، فقالوا طب ما نعمل البريمتر ديفايدد 2. يعني قلنا الاوفر دي يعني ديفايدد، البريمتر نعمله ديفايدد 2، واللي يطلع نعمل له ايه بقى يا جماعه؟ مش هو لينث بلس ويتس؟ يعني هنعكس الكلام. هنعكس الكلام يعني ايه؟ يعني في عندي تايمز 2 انا هعملها ديفايدد 2، طب في عندي بلس ويتس. يعني بصوا اللينث هو اللي انا عاوزه، انا عايز اللينث. في كلمه بلس ويتس، قالوا هنعمل ماينس ويتس تاني. يبقى انا لو عايز اجيب اللينث هعمل ديفايدد 2 وبعدين ماينس ويتس. طب لو انا عايز اجيب الويت، نفس القصه، هنعمل البريمتر ديفايدد 2 وبعدين نعمل ماينس
عشان هتبتدي تلخبط ناس كتير جدا. يبقى تاني انا كاني بعمل عكس العمليات يا جماعه، انا عندي في بلس وفي تايمز 2، بس خلينا في التايمز الاول. لو انا عايز اجيب اللينك باخد البريمتر اللي بره ده اعمله بدل تايمز 2 اعمله ديفايدد 2، وبعدين بدل بلس ويتس اقوم عامله ماينس ويتس، يعني كان التايمز بقلبها ديفايد، احنا قلنا الاوفر يعني ديفايد، وبدل البلس بقلبها ماينس. طب انا عايز الويتس التايمز بقلبها ديفايد برضه، يبقى دي اوفر 2 يعني دي ديفايد 2، وبدل ما هو بلس لينث نعمل ماينس لينث. تمام، هناخد اكزامبل عليه، هناخد اكزامبل عليه، بس انا يهمني تفهموا حاجه، ان بي اوفر 2 هي بي ديفايد 2. يعني في ناس لو مش عاجبه المنظر ده ممكن يكتبها كده بي ديفايد 2، بس يقول بقى ايه، يحطها في براكت كده ماينس ويتس. بس ليه نعملها كده؟ طب ما نعملها فراكشن وخلاص، ما هو الفراكشن هو الديفايد. يعني في ناس بيحفظ الرول على كده ان هي كده، وبيجي يحفظ الرول دي على انها ايه؟ ال W بيقول برضه P divided 2 minus ال L. في ناس بيحفظ الرول على كده، دي على كده ودي على كده. بس انا افضل يعني دي شكلها اشيك شويه، P over 2 minus W، عشان ما نلخبطش نفسنا ويبقى في براكت تاني وشغل كده. تمام؟ طيب لما ناخد اكزامبل هو يوضح لنا القصه ماشيه ازاي. بص يا جماعه، فور اكزامبل مثلا انا هدي ريكتانجل، او هو هيجيب لي في المساله هيجيب لي بقى عليا فور بروفيت. هو ممكن يا جماعه يجيب لي المساله بدل ما يقول لي ان هو ريكتانجل وهات انت اللينت وهات الويدث، يقوم عاملها لك على ايه بقى؟ يعملها لك على ايه؟ مساله كلاميه وورد بروفيت ازاي؟ او لايف بروفيت يقول لي هارون كده مثلا، او ريكتانجولار او خليه ريكتانجولار هاوس، يعني بيت على شكل ريكتانجولار. خلاص we want to put فينس اللي هو السور، عارفينه، عايز يعمل سور حوالين البيت، ماشي، with perimeter مثلا يقول لي مثلا with perimeter 20 سنتيمتر 20 متر بقى، وعايز يعمل سور حوالين البيت. ال مش هقول بيرامتر بقى عشان ما اعرفنيش، هيقول لي اتس لينث، اتس لينث يعني كل الفنس ده او السور ده اتس لينث از 20 سنتيمتر. خد بالك، وبعدين يقول لي لا اتس لينث هتبقى ايه؟ ماشي ممكن نقول بقى اف ذا width of the fence أو the width of the house is مثلا خليها ايه 5 متر 8 متر، خلي دي 16 متر. if the width of the house is ايه is 5 متر find the length of the house. find the length of the house. بص يا جماعه، هو عمل لي قصه كبيره وان بيت وعايزين نعمل سور حواليه. بص يا جماعه، في كلمتين، كلمه فينس وكلمه فريم. ممكن يقول لي ان انا عندي بيكتشر وعايز اعمل لها فريم ابروزها يعني، وممكن يقول لي ان انا عندي هاوس وعايز اعمل فينس اراوند ايه اراوند ذا هاوس.
الاثنين دول يا جماعه معناهم بريمتر، الاثنين دول معناهم بريمتر. ليه؟ لان البيت عامل كده مثلا، تمام؟ اهو البيت بتاعنا، البيت بتاعنا خلاص. انت عايز تلف صوره حواليه، تلف صوره حواليه يعني كده. طب انت ما تعمل فينس حواليه انت كده بتجيب البريمتر. طيب هو قال لي ايه؟ قال لي ان الفينس ده يا جماعه هيبقى اللينث بتاعه 16 متر، يعني السور اللي هو هيعمله ده هيبقى 16 متر. طب ما نفهم من كده حاجه، ان انت بتقول لي ان البريمتر من يعني كل اللي قاله ده ان البريمتر ايكوال 16 في الاخر، طالما انت بتقول لي طول السور. طيب هو بيقول لي، بيقول لي ان الويدث بتاع الهاوس 5، خلي الويدث بتاع الهاوس 3 متر، عشان خليه 3 متر. اقول لكم ليه؟ تمام، يعني الويدث بتاع الهاوس بتاعنا 3. طيب وده طبعا 3، هو طالب اللينث، يعني طالب ده وطالب ده. بص يا جماعه، زي ما انا قلت لكم، اسهل حاجه، اسهل حاجه في الموضوع ده ان انت تقوم عامل ايه؟ هو مديني الويدث وطالب مني اللينث. بص يا جماعه، انا كل ما عليا ان اعمل ايه زي ما اتفقنا؟ انت عايز اللينث، قلنا بمسك البريمتر اعمله ديفايد 2 بعدين ماينس الويدث. يعني انا عايز اللينث، خلاص امسك البريمتر اعمله ديفايد 2 بعدين ماينس 1. البريمتر بتاعنا 16، فانا هعمل 16 ديفايد 2 وبعدين ماينس الويدث دلوقتي. طب 16 ديفايد 2 دي يا جماعه هتديني كام؟ هتديني 5. 5 ماينس 3 خلاص هتديني كام؟ هتديني 2. يبقى في الحاله دي هو اللينث بتاعه، هو المفروض كنت اخلي بقى اللينث هو الويدث هو اللي قصير، يعني اخلي الويدث هو، عشان بس انا مألفها، اخلي الويدث هو اللي 2، عشان تبقى المساله لوجيك يعني شويه. اه شوفوا متخيلينها شويه، 2 2 2 تمام. فانا هعمل بقى ايه؟ ماينس ويدث اللي هو ماينس 2، فكانت الانسر هتطلع ايه؟ 5 ماينس 2 ايكوال 3. يبقى انا افهم من كده يا جماعه ان اللينث اللي هو كان طالبه مني ده كان ايكوال كام؟ ايكوال 3. طب لو انا عايز اعمل، لو انا عايز اعمل ايه؟ تشيك لجاتي. بص الغلطه كانت في ايه؟ محدش نبهني الحته دي يا جماعه. ده 10 10 ديفايد 2 ايكوال 5. دكتور نعم، بدل احنا عملنا هنا في السكوير 3 ايكوال ال ايكوال 3، يبقى فتحت برضو ال ايكوال 3 صح؟ في الكتاب هو اللي هنا ده زي اللي هنا ده بالظبط، تمام؟ اوكي فايند ذا لينس، بس انا بس كنت غلطت في النمبر ده، انا 10 ديفايد 2 ايكوال 5، 5 ماينس 2 ايكوال 3، بس يبقى احنا طلعنا له اللينس، تمام؟ يبقى هو ممكن يديها لي على هيئه وورد بروبلم، والموضوع بسيط وسهل. هي الفكره ان انا لما بعمل فينس او فريم، يعني هجيب واحده بقى بس على سكوير، هقول ان عندنا مثلا بيكتشر وعايزين نعملها فريم. عشان في ناس، في ناس لما بيشوف المساله اللي هي الورد بروبلم دي في الامتحان بيتخبط، مع ان الموضوع سهل والله، بس هو لو فهم بس هي بتتكلم عن ايه خلاص. يعني انا ممكن بدل ما اقول فايند ذا بريمتر اوف ريكتانجل قلت لك ان بيت وبنعمل حواليه. بس ممكن حضرتك تنزلها على الجروب؟ ما انا منزل، ما انا ببعتها دايركت على طول. اوكي. بس انا بصورها ببعتها دايركت. كل الصور، يعني لو فتحت الجروب دلوقتي هتلاقي كل الصور نازله. انا بصورها وببعتها على طول. ما بقتش بقى استنى ابعت بعد كده على اساس ايه؟ يعني بصراحه ما كنتش اعرف الموضوع ان انا ممكن اصور بالكاميرا بتاع الواتساب على طول. ففي بنت ربنا يبارك لها بدلها من الكويت، فقالت لي، قالت لي انت ايه اللي يخليك بس تقعد تصور وبعدين تبقى تبعت لنا، وهتصور دايركت على طول وتبعت لنا ازاي؟ قالت لي في كاميرا تحت كده في الواتساب. طيب ماشي، يعني انا ايه؟ طيب بص يا جماعه، انا طول عمري يعني ما خدتش بالي، ما خدتش بالي من الكاميرا دي.
هنيجي نبص على حاجه دلوقتي اللي هي ايه؟ ممكن يديني مثلا على ايه بيكتشر، يعني يقول لي مثلا بيكتشر مثلا مثلا in the form of a square. يعني عندي صورة عادي على شكل سكوير. اوكي مثلا أمان مثلا أو خليها a girl بقى two girls. A girl wants to إيه مثلا make a frame for it مثلا. ممكن أتابع كمان على برايس يا جماعة. It's a price, make a frame for it. مثلا it's a price أو price أو of price of price and كتير أول 100 ريال، بس أنا مش عارف بقى كتير ولا قليلة. المهم يعني هو قطر عندكم ريال صح؟ ريال، بس الريال بيتكتب R I A L. طيب خلاص. طب بيتجمع ريالز يعني مثلا، أو ريالز ولا ريال بس؟ ماشي خلاص، أو 100 ريال. طيب هنقول مثلا هي إيه؟ بس خد بالك أنا بحاول أعمل لكم مسألة أطول شوية. إف price of a centimeter شكلها خد جدا يا جماعه، بس شكلها تافهه جدا دلوقتي. of the frame is 5 ريال مثلا، 5 ريال أكبر الكلام. What is the side length of the picture؟ بص يا جماعة المسألة دي هي عبيطة جدا، هتشوف دلوقتي مجرد ما نرسمها كل ده هيتضح. ففي ناس لما بيشوف الورد بروبلم دي بيجي له ذهول، يقول لك انا هعرف احل كل دي؟ طب اقراها بس هتلاقيها سهله اصلا. هو بيقول لي a picture، يعني ما تستعجلش اقراها هتلاقي الدنيا سهله. A picture in the form of a square. يعني square. A picture in the form of the square, a square. الحل بتاعها اصلا اقصر منها. طيب مالها بقى البيكتشر دي؟ انت عايز تعملها فريم. اوكي ماشي. فريم يبقى فيه بريمتر في الموضوع. يبقى طالما في كلمه يا جماعه فريم، فريم فيها ايه؟ خلاص فريم، يبقى من الاخر لما امنح كلمه فريم دي يا جماعه يبقى انت بتكلمني في بريمتر على طول. انت عايز تعمل لها فريم. اوكي انا عايز يعني من الاخر عايز تجيب البريمتر. طيب فور ات فور برايس 100 ريال. الفريم اللي هو هيعمله ده يعني البريمتر اللي هيعمله ده بكام يا جماعه؟ ب 100 ريال. طيب هو بيقول لي السنتيمتر الواحد من الفريم ده ب 5 ريال. طب ما انا اقدر اجيب طول الفريم بقى، يعني اقدر اجيب الفريم قد ايه؟ مش هو ثمنه كله 100 ريال؟ وهو بيقول لي السنتيمتر الواحد بيتباع ب 5 ريال. تمام، السنتيمتر الواحد خليها بقى لانها صوره ضخمه بقى، لانها صوره ضخمه بلاش سنتيمتر، خليها المتر. برايس متر مثلا بلوجيك شويه، على ان الصوره مثلا تتعلق على مبنى او حاجه يعني. برايس متر. يعني انت دلوقتي الصوره بتاعتنا هتتعلق على مبنى مثلا، والراجل قال له ايه؟ قال له تكلفه الفريم اللي هيتعمل لها من حواليها هيكلفك 100 ريال.
طيب فهو سأله، طب هو المتر بكام؟ المتر بكام؟ قال له ب 5 ريال. طب هو عايز يعرف كده الفريم طوله قد ايه بقى كده؟ بسيطة جدا، اعمل ال 100 دي يا جماعة ديفايدد 5، يعني ال 100 ريال ديفايدد 5 ريال هيطلع 20. بص 1 طبعا 1 ديفايد 5 وي كانت، لان ال 1 از ليس ذان 5، خلاص خد معاه الزيرو بقى 10. 10 ديفايدد 5 ايكوال 2، وبعدين 0 ديفايدد 5 ايكوال 0. يبقى كده يا جماعه ده طول الفريم بتاعنا 20 متر. كده ده طول الفريم بتاعنا 20 متر، بدليل ان المتر الواحد ب 5 ريال، انا لو عملت 5 ريال تايمز 20 هيديني 100 ريال فعلا تكلفه الفريم بتاع البيكتشر. كويس قوي، انا طالما كده عرفت الفريم، احنا اتفقنا الفريم هو البرينتر من الاخر. يعني انا ممكن احط قبل كلمه فريم كده في كابيتال كده. بس يبقى الفريم هو البرينتر، ده انا كده فهمت ان البرينتر 20 من الاخر. طب انت عايز بقى السايد الواحد بتاع الصوره، السايد الواحد خلاص احنا عارفين ان السايد، انت بتقول لي سكوير ان السايد ايكوال بريمتر ديفايدد 4، يا اوفر يا ديفايد. خلاص البرينتر كان كام؟ 20، هنعملها ديفايدد 4 يدينا كام؟ 5. ولوجيك جدا لو انا بصيت، يعني فعلا 5 ويت. لو ده فعلا 5 هيبقى ده 5، كلهم 5 5 5، يبقى كده فعلا البرمتر بتاع 20. وانا محتاج، انا محتاج ان انا اعمل فريم طوله 20 حوالين الصوره، وهو قال لي المتر الواحد ب 5 ريال، يبقى انا لو هعمل 20 لو عملتها تايمز 5 هيديني فعلا 100، اللي هي تكلفه الفريم كله. فهمنا يا جماعه اللف في الكلام؟ يعني فهمنا ازاي لف لي في المساله وهي اصلا بتتكلم على البريمتر، وعمل لي حوارات حواليها ان هي بقى ايه صوره، وبنبروز الصوره والصوره تمنها مش عارف ايه وحاجات كتير، وهي اصلا الموضوع كله بيتكلم عن بريمتر. تمام؟ يبقى انا لما امنح كلمه بريمتر، كلمه فينس او كلمه بريمتر، الاثنين يعتبروا بمعنى واحد. تمام كده؟ طيب انا ممكن أنا اديكم بقى مسائل يعني تعملوا عليها دلوقتي، بس ما ايه؟